خيبة كأس الأمم الإفريقية وإخفاق التأهل للمونديال العربي الأول. هذه العوامل جعلت البعض يظن أن أسهم اللاعبين الجزائريين تراجعت في أوروبا، لكن الحقيقة أن العديد من الأسماء الجزائرية تحتل الصدارة في قائمة المطلوبين في أكبر الأندية الأوروبية. على مدار الفترة الماضية فشل المنتخب الجزائري فشلاً كبيراً في تثبيت أقدامه وإكمال مسيرة التألق مع جمال بالماضي، لتنتهي هذه الرحلة المثيرة للمدرب الجزائري الكبير بالفشل الكبير. وداع مبكر لكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالي، وفشل كبير في التأهل لأول مونديال عربي في التاريخ، جعل مصير جمال بالماضي هو الرحيل عن منصبه على رأس الجهاز الفني لمنتخب الجزائر. البعض ظن أن أسهم النجوم الجزائريين بدأت تتراجع في القارة الأوروبية بعد هذا الفشل، لكن الحقيقة اختلفت عن هذا الرأي تماماً. بعدما احتلت 3 مواهب جزائرية صدارت قائمة المطلوبين في الأندية الأوروبية خلال ميركاتو الصيف، رغم التراجع على المستوى الدولي تألق العديد من اللاعبين الجزائريين مع أنديتهم في الموسم الماضي، ما جعلهم مطلوبين من قبل الأندية الكبرى في أوروبا. وعلى رأس هذه الأسماء رايان آيت نوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي. الظهير الأيسر للنادي الإنجليزي قدم مستويات كبيرة جعلته مطلوبا في مانشستر سيتي وكذلك ليفربول، وأخيرا نادي باريس سان جيرمان الذي يبدو أنه الأكثر جدية في مسألة التعاقد مع النجم الجزائري. ساهم نوري في 5 أهداف خلال الموسم الماضي في 38 مباراة خاضها مع وولفرهامبتون، كما يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وكذلك الجناح الأيسر، بينما يستمر عقده مع فريقه حتى 2026 وقيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو. وفي القائمة كذلك أمين شياخة النجم الشاب لنادي كوبنهاجن الدنماركي، والذي يملك طولاً فارعاً مكنه من أن يكون مهاجماً كبيراً في سن 18 عاماً فقط، ليسجل 24 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة في 32 مباراة في مختلف المسابقات، كما أنه جاء هدافاً لدوري أبطال أوروبا للشباب. مانشستر سيتي على رأس الأندية التي ترغب في التعاقد مع الجزائري الشاب إلى جانب مانشستر يونايتد، وكذلك أياكس الهولندي ويوفنتوس الإيطالي. أخيراً ماغنوس أكليوش الذي يقترب بشدة من الرحيل عن موناكو الفرنسي والانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، بعدما خاض 31 مباراة في الموسم الحالي مسجلاً 8 أهداف ومقدماً 4 تمريرات حاسمة. صاحب 22 عاماً يحظى بمتابعة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الحالية، ليتم ضمه خلال انتقالات الصيف، وإلى جانب يوفنتوس يتابعه كذلك باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني إلى جانب العديد من الأندية الكبرى.